يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قول القائل والمأمول من الله ثم منكم أن تبذلوا الجهد في الدعوة إلى الله، هل في هذا القول بأس في الشرع؟ لا، ما في بأس. الأمل في الله عز وجل والأمل بالمخلوق، الأمل موجود، نعم، ولا في بأس. نعم. يقول فضيلة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله مطلوب، هو الأمل، حسن الظن هو الأمل بالله عز وجل. نعم.